بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي تلاميذ مستوى الخامس ابتدائي، أرحب بكم في درس جديد ضمن سلسلة دروس التعلم عن بعد في مادة التربية الإسلامية. ودرسنا لليوم يندرج ضمن مدخل تزكية في الوحدة السادسة تحت عنوان الله الرحمن الغفار التواب. إذن على بركة الله نستهل درسنا بالتعرف على أهدافه. إذن أولى تلك الأهداف هي أن أتعرف أن الله رحمن غفار تواب. ثاني تلك الأهداف هي أن أستغفر الله تعالى وأن أتعود على ذلك وأتوب إلى الرحمن عز وجل. أما ثالث تلك الأهداف هو أن أستثمر التعلمات السابقة أو المكتسبة في وضعية تقويمية. إذن أحبائي التلاميذ، كما لاحظتم من عنوان درسنا لليوم، هو عبارة عن أسماء الجلالة سبحانه وتعالى التي هي الرحمن الغفار التواب. إذن معنى اسم الرحمن مشتق من الرحمة، الرحمة التي وسعت كل شيء، جميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. أما اسم الجلالة الغفار فيعني الستر والتغطية، هو الذي يستر عباده ويغفر ذنوبهم بفضله ورحمته. أما اسم الجلالة التواب فهو صفة لكلمة التي معناها الرجوع، فالله التواب هو الذي يقبل توبة عباده. إذن بعد تعرفنا لمعاني أسماء الجلالة الرحمن الغفار التواب، ننتقل إلى قراءة الوضعية التالية. لم يصل أبي رحمه مدة طويلة، وقد تبين له بعد ذلك أنه كان مذنبا، فحزن لذلك حزنا شديدا، فقررت التخفيف عنه داعيا إياه إلى طلب الاستغفار والتوبة من ربنا الغفار التواب. إذن كما تلاحظون في الوضعية أن الأب لم يصل رحمه مدة طويلة، أي لم يزر أقاربه لمدة طويلة. وتعرفون صلة الرحم لأنها حقوق لنا كمسلمين على أقاربنا كما سبق ورأينا سابقا. إذن هذا الأب قد تبين له بعد ذلك أنه كان مذنب، أي اعترف بخطئه، اكتشف خطأه وحزن، فالحزن هنا يدل على أنه ندم على ما كان يفعل. إذن فقررت التخفيف عنه داعيا إياه إلى طلب الاستغفار والتوبة من الغفار التواب. إذن أحبائي التلاميذ، ألا تذكركم هذه الوضعية بقصص الأنبياء التي مرت علينا في دروس سابقة؟ وأولها هي قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي أخطأ في حق نفسه وفي حق عشيرته عندما خرج من القرية وذهب يائسا من قومه. وأيضا تذكرنا هذه الوضعية بقصة نوح عليه السلام الذي لم ييأس رغم مرور مدة طويلة على دعوته لقومه، إلا أنه لم يحزن ولم ييأس من قومه. إذن هنا الأب يجب عليه أن لا يحزن. وأيضا تذكرنا بقصة يونس عليه السلام الذي اعترف بخطئه وندم عليه ندما شديدا، ولولا استغفاره وتوبته لبقي في بطن الحوت. أو لا تتذكرون دعاءه القرآني الذي يقول أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكي أقنع أبي بأن باب التوبة مفتوحة دائما أمام التائب أن الله سبحانه وتعالى رحمن غفار. والإسناد الذي سوف ننطلق منه من أجل التخفيف عن الأبي ودعوته إلى طلب الاستغفار والرحمة من الله سبحانه وتعالى هو كالتالي. ففي سورة البقرة الآية 36 يقول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية البينة تبين أنه رغم معصية سيدنا آدم عليه السلام وزوجته، إلا أنهما ندما، ففتح الله عليهما بكلمات ويتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا وتضرعا إلى الله، وبالتالي تاب إلى الله تعالى واستغفراه فتاب الله عليهما، أي غفر لهما معصيتهما. فمن بادر إلى الندم والتوبة فمهما كانت ذنوبه عظيمة فإن الله يتوب على التائبين. أما الإسناد الثاني فيقول الله تعالى في سورة يوسف الآية 98: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي سوف يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنكم ويستغفر، فمن تاب تاب الله عليه. أما الإسناد الثالث فيقول الله تعالى في سورة طه الآية 80: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها لمن تاب من الشرك وآمن بالله وحده لا شريك له وعمل صالحا من فرائض وأعمال صالحة ثم اهتدى، أي علم بأن ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله يغفر له كل ذنوبه مهما بلغت من كبرها. استخلص أحبائي التلاميذ أن الرحمن هو من أسماء الله الحسنى المتعلقة به وحده عز وجل، وهو المتصف بالرحمة الذي يرحم المؤمن وغير المؤمن، فرحمته وسعت كل شيء. أما الغفار فهو من أسماء الله الحسنى أبلغ من الغفور، وهو الذي يسر عباده ويغفر لهم ذنوبهم العظام والكثيرة. أما التواب فهو من أسماء الله الحسنى الذي يوفق عباده إلى التوبة ويبعث في قلوبهم الرغبة فيها، وهو الذي يقبل توبة عباده سبحانه. إذا أحباء التلاميذ علينا أن نستغفر الله ونتوب إليه في كل وقت وحين، ولا تنسوا الدعاء الذي كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنا أيضا سأعفو عن الناس كما أحب أن يعفو عني ربي. إذن أحبائي التلاميذ، حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة، وسوف نعمل على تصحيحها في الفيديو القادم إن شاء الله، فانطلاقا من الآيات والمشهد ومما تعلمته في هذه السنة، استدل بما يناسب على رحمة الله ومغفرته لذنوب عباده. ثانيا، أحلل مقاطع الآية 80 من سورة طه. ثالثا، ألخص ما أقنعته به أبي لأخي. وهنا أحبائي التلاميذ قد انتهى درسنا لليوم، وأرجو منكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة، وأيضا أن تكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم تكونوا مذنبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا. إذن أستودعكم الله، وإلى درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.